أيضا فضائح المنتج السينمائي الأمريكي هارفي وينستون لا تنتهي، وقد انضمت النجمة أما ثيرمان إلى قائمة النساء التي يتهمنه بالتحرش بهن. حوار صادم نشرته نيويورك تايمز فصل ادعاء ثيرمان والذي أكدت فيه أن وينستون حاول التحرش بها مرتين في باريس وفي لندن أثناء تصوير أفلام لها. وبذلك تنضم ثيرمان إلى 50 امرأة أكدن بأن هارفي وينستون تحرش بهن جنسيا خلال العقود الثلاثة الفائتة، وقد طرد على ذلك من أكاديمية فنون وعلوم السينما، ومؤخرا جرد من عضويته في جوائز بافتا البريطانية، وهو يواجه التهم المنسوبة إليه في المحاكم الأمريكية. شهدت مباراة الاتفاق والباطن أمس السبت أول حضور نسائي في المنطقة الشرقية، وذلك ضمن الجولة 20 للدوري السعودي للمحترفين. وكانت الهيئة العامة قررت السماح للعائلات بدخول الملاعب منذ مطلع العام 2018، حيث شهد ملعب الجوهرة بجدة واستادي الملك فهد والأمير فيصل بن فهد بالرياض حضور العائلات. يصادف اليوم 4 فبراير اليوم العالمي لمكافحة مرض السرطان، والذي تعتبره منظمة الصحة العالمية ثاني سبب رئيس للوفاة في العالم. وإليكم أبرز الحقائق والأرقام المتعلقة بهذا المرض الذي لا يزال يحصد أرواح الملايين في جميع أنحاء العالم. بلغ عدد حالات الجديدة للإصابة بالسرطان 14 مليون حالة تقريبا في عام 2012، ومن المتوقع أن يزيد عدد الحالات الجديدة للإصابة بالسرطان بنسبة تقارب 70% خلال العقدين المقبلين. وقد حصد في 2015 أرواح 8,800,000 شخص، كما تعزى إليه وفاة واحدة تقريبا من أصل 6 وفيات على مستوى العالم. ويشار إلى أن التبغ يتسبب في 22% تقريبا من وفيات السرطان. غيريمو ديل تورو أفضل مخرج سينمائي لعام 2017 عن فيلم The Shape of Water، ليقترب بذلك المخرج المكسيكي وفيلمه من الجوائز السينمائية السنوية الأهم عالميا، جوائز الأوسكار. وهذه المرة الأولى التي يفوز فيها ديل تورو بجائزة رابطة المخرجين الأمريكيين، وأول مرة يترشح لها. وحصد فيلم ديل تورو 13 ترشيحا للأوسكار الشهر الماضي، ليتفوق بذلك على كل أفلام عام 2017، وإن ظل بحاجة إلى ترشيح آخر ليحقق الرقم القياسي لترشيحات الأوسكار، وهو 14 ترشيحا.